يا مرحبا برج الجوزاء في القراءة العاطفية لشهر يونيو. أنت يا برج الجوزاء في الورد أنت شكلك في حواليك ناس كتير، وأنت عمالك بتظهر نفسك لحتى تلفت انتباه لكل اللي حواليك، وكمان أنت عندك شيء أنهيته وبدأت فيه، يا إما أنهيت علاقة وابتدأت علاقة جديدة، أو أنهيت موضوع عمل وابتدأت في عمل تاني. كمان أنت بتحاول إنك أنت تظهر على السوشيال إنك أنت شخص مشهور ومرموق وجميل جدا وجذاب، وأنت طبعا يا برج الجوزاء جذاب جدا، لكنك أنت بتحب إن تظهر التفاصيل هاي، أو أنت في الطاقة بتاعتك أنت بتظهر التفاصيل هاي للأشخاص اللي حواليك، مش شرط للعلاقات، للأصدقاء، للمقربين. واحتمال انك انت انهيت شيء وانت حابب تبدأ من داخلك شيء جديد، انت كأنك انوجعت بما فيه الكفاية وحابب تبلش عالم اخر غير العالم الماضي، فانت بتحاول تطلع من الماضي. انت يمكن ان الشخص هذا فاجأك برسالة وهرب، فأنت عشان هيك قررت إنه خلص تنهي هذا الألم. أنت في نهاية الألم وبداية جديدة عندك، وأنت شفت هذا الشخص يمكن متسرع غضوب ومتهور نوعا ما، وأنت شايفه إنه يعني كلامه مش مطابق لمشاعره، يعني انت يمكن بيجي بيحكي لك كلام غير عن مشاعره، او احساسك انت حاسس انه مشاعره غير والكلام اللي بيعطيك هي غير. وانت شفت انه ايام ما بعت لك رساله يمكن على الانترنت، بعت لك رساله سريعه وهرب. خلينا نشوف هذا الشخص شو الهايرفنت. و الشخص هذا يمكن في زواج، يمكن هذا الشخص مشهور على السوشيال، او شخص حاليا بيحاول انه يتعمق في الدين او يتعمق في الافكار او يتعمق في كتب او ينشر مجلات، ينشر كتب معينة. الشخص هذا يمكن بيئم بال يمكن امام جامع، يمكن بيئم بالناس وبيعطيهم نصائح وارشادات، واحتمال هذا الشخص هو في خطوبة او في زواج جديد، يعني اعلن زواجه جديد او في خطوبة، وهو شاعر انه انت اصلا شخص روحاني جدا جدا وطيب، وهو شاعر انك انت اللي اعمالك بتحاول انه تعمل لك شهرة امام الناس. هو مش شايفك انك انت تفوت علاقة، لا، هو شايفك انه انت بدك تلفت انظار اللي حواليك، يعني مش انه بدك تفوت علاقات، لا، انت بدك تحاول انك تكون مشهور. هو حاسس انه انت الشخص اللي هو للبعض منكم، يعني اذا كان هذا الشخص مش مرتبط فهذا الشخص بتمنى انه يرتبط فيكم، لانه هو متجه عليكم، وهون نفس الشيء هو متجه، لانه هو في طاقة الفايف اوف بنتكل في الوجع وفي الاحساس بانه انخدم، واحساسه انه هو طلع من هاي العلاقة او ايا كان، اذا كان في بينكم انفصال، اذا ما كان في الشخص تعبان جدا وطاقته كلها احزان، وهو احساسه بالالم والغدر. ومش شرط ان تكون انت يا برج الجوزاء غدرته، طبعا يمكن احساسه من الناس اللي حواليه، ويمكن هو عنده خسارة مادية، مش شرط يعني تكون انه انت اللي غدرت او انت عملت له اشي. احتمال للبعض منكم، احتمال انك انت تكون زعلت هذا الشخص وانت انفصلت عنه بارادتك، كامل ارادتك، يعني لانه الشخص في الحالة هي لانه فيه هو في تور في انفصال، فاكيد رح يكون الانفصال اما انفصال علاقة، فهو حاسس انه انت انفصلت عنه نهائيا، او الانفصال جاء من اتجاهك انت يا برج الجوزاء مش من اتجاهه للبعض منكم طبعا.
وإذا هو انفصل عنكم فهو تعبان وحاسس بالأسى وبالألم وحاسس بفقدانكم على فكرة. هذا الشخص هو مفتقدكم، مع إن طاقته هون الهارفينت هذا إحساسه تجاهكم. وهون مبين عندي إن هو اللي طلع من العلاقة، هو انقطع، هو زعلان عشانكم لأن أنتوا انفصلتوا عن بعض، لأن كان إحساس إن أنتوا بتشبهوا بعض كتير، وأنت سمي أو الشخص اللي بتشبهه بالضبط، أنت الشخص اللي بتشبهه، أنت مراية له لهذا الشخص. هيك هو مفتقدك على فكرة، هذا الشخص مفتقدك جدا جدا، وهو بحاول أو هو شافك إنه أنت انفصلت عنه بسبب انشغال عنك. انت كنت مثلا تحاول انه تلفت انتباهه وتحاول تشاركه بيومك وبالاحداث اللي بتصير عندك، وهو كان مطنش وهو ندمان على هذا الشيء. طب خليني اشوف الرومانس شو بده نحكي. عفوا يا جماعة، بس كان ابني الصغير قاعد هون بشقيتي. خلينا نكمل قراءة. كنا بدنا نطول الرومانس ونشوف شو وضعكم. برج الجوزاء، شكل الانفصال متأثر بحياتك المادية، شكلك انت بتحاول انك انت تبدأ بمشروع جديد، لأنك أنت شايف إنه حياتك لازم تبلش بمشروع مش بعاطفة، وكأنك أنت بتطلع من كل العواطف والعلاقات. لأن أنا شايف برضه هون طاقتك إنه يعني مش إحساس مشاعر إنه أنت متلهف للشخص، أو لا، أنت شايفه كشخصية ثرثارة وشخص مثلا بيتكلم يعني بيحكي كتير وبيختفي بيروح، او اختفى ومثلا ما عاود رجع، او اجى انهى العلاقة وراح. فانت صرت بدك تطلع من هاي القيود وتهتم في مادياتك، لانك انت بتعاني وحياتك العاطفية تأثيرها مادي. كمان هذا الشخص صار عنده برضه، للبعض منكم صار عنده الوضع المالي، صار عنده خسارة في وضعه المالي، لهيك عنده صار التور، انهيار مادي. يمكن البعض منكم احتمال انه يكون هذا الشخص بيعاني من وضع مادي سيء. هاد سلمي yes this is your soulmate. هذا الشخص توأم روح. طيب، هو أنا قلت لكم إنه لحظة أشوف، إنه هو حاسس إنه أنت سولميت، وحكيت لكم إنه هو حاسس إنه أنت سولميت، أو كان هون الكروت، هو حاسس إنك أنت كون أنت شخص سولميت تبعه. طيب، شو مشاعره اتجاهك؟ هو بحاول يتشافى، وبحاول يوازن ويظبط نفسه من ناحيتك. لانه بسبب انه هو شاف انه هاي العلاقه انحط لها حدود، او بلشت الحدود تعلى فيها، فهو شاف انه هو لازم يتوازن، لانه هو محتاج للشفاء، لانه هو بمر في مرحله داخليه، انفصال داخلي، هو احساسه يعني داخليا غير عن احساسه خارجيا او شكله خارجيا او مظهره خارجيا. فهو حاسس انه لازم يتشافى ويطلع من المرحلة اللي هو فيها. هو يمكن مبين لك خارجيا انه هو شجاع، الرجل المقدام، او يعني الشخص المقدام، وهو شجاع وهو قدر يترك العلاقة ويفل ويروح، فانت شايفه ظاهريا هيك، لكن هو بداخله متدمر. يعني هو حاسس بانه مفتقدك بالفقدان، هو حاسس انه جروحه عميقة بسبب هذا الانفصال. خلينا اشوف ليش السبب، اللي هو يمكن انت حطيت له بلوك، احتمال يكون ان انت انهيت العلاقة في بلوك،
يمكن انتوا تعرفتوا على الانترنت كمان، برضو بتصير احتمال انه انتوا تعرفتوا على الانترنت، او انت بتراقبوا على الانترنت. احتمال كان للبعض منكم هذا الشخص متزوج بالسر او طلب الزواج منكم بالسر للبعض منكم، واحتمال هذا الشخص انه اخفى عليه عنكم انه هو شخص مرتبط، عنده ارتباط اخر، زواج اخر، او مرتبط في اسرته، او في مصير علاقة هو مش عارف ايش هي هاي العلاقة، يعني شو مصيرها. يعني مثلا هو مرتبط بعلاقة هو نفسه مش عارف شو مصير هاي العلاقة وهو مخفيها عنكم. احتمال صار بعد الضلالية في هاي العلاقة، يعني في اشياء انت ما عرفت عن هذا الشخص الا مؤخرا، فعشان هيك انت بدك تنهي ألم وتبلش حياة جديدة. للبعض منكم هذا الشخص زي انهى العلاقة معكم بشكل قاسي ووعدكم مثلا بالزواج واخلف هذا الوعد. هذا برج الحوت، هون عندنا برج القوس وبرج الثور وبرج العذراء. خلينا اشوف لكم في هون عند البيوت يساعدونا. بس هون بحكوا لك يس this is your soulmate، يعني هذا الشخص رفيق روحك. فهذا الشخص يمكن هذا الانفصال هو من الانفصالات اللي بتحصل في العلاقات اللي لابد انها تحصل عشان انتوا الشخصين تحسوا بقيمة بعض. يعني اذا ما صارش انفصال في العلاقة وابتعدتوا عن بعض فترة مش راح تحسوا بقيمة بعض. البراءة، كيف يتم استدعائك للتقدم والقيادة؟ انت بتتقدم، انت روحانيتك عالية وانت نشيط وبدك تتقدم للامام، انت حابب تطلع من كل الاوجاع. ان الشخص هذا شكله اتعبك، اتعبك كان اوف اون، يروح ويرجع يروح ويرجع، ويجي يحكي لك كلام سخيف ويروح، او يجي يحكي لك انت السبب وانت كذا عملت وكذا وكذا ويروح فجأة، يجي فجأة ويروح فجأة. فهون بقول لك انت يعني هلا انت تقدم، انت هلا بستدعوا فيك للقيادة، انت لازم تصير قائد او انت قائد. بلاش انت تصير قائد، قائد لمشروع، قائد لأطفالك، قائد لأي شيء. طيب خلينا نشوف برضه عشان نخلص الكروت هذول ونكمل. برج الجوزاء، اوف طاقتكم عالية اليوم كثير هيك، كثير كثير هذول مش رح نقدر ناخذهم. خلينا ناخذ من هون نشوف شو بيحكوا لك. الرحمة، رئيس الملائكة، خفف قلبك فيما يتعلق بهذا الموقف وجميع الأشخاص المعنيين بما في ذلك أنت. أنت شكلك حامل بقلبك وبتضل تنظر للموضوع، هم بيقولوا لك خفف عن قلبك، خفف حتى اللي بتحسه بأنه هم معنيين في الموضوع، أو في حدا مثلا في تدخل طرف، أو عندكم أنتم كنتوا في زواج وانفصلتوا في طلاق. فهون بقول لك خفف، خفف عن نفسك، خفف عن المعنيين، يعني اللي الناس اللي حواليك اللي هم بحسوا بتعبك ووجعك، لانه اكيد لما يشوفوك انت موجوع وتعبان هم راح ينجوا معاك. فهون بيحكوا لك خفف و
انت شكلك تعبان بس بدك تخبي علينا يعني، او انت بتحاول تكبر، انت مكبر، انت بتعمل شغلات شوي خارج عن مبادئ، مش مبادئك، اطار اعتقاداتك انت. يعني انت مثلا كانت عندك مثلا انت محدد الاصدقاء عندك، او يعني بؤرة الاصدقاء صغيرة عندك انت بتوسعها، او اطار الاصدقاء عندك يعني انت قاعد بتوسع، يعني مثلا بتزيد متابعينك على السوشيال، بتزيد في اصدقائك، فبتحاول انه انت تخفف وجعك بهاي الاشياء، لتحس بقيمة نفسك، وانت قيم، انت الورد، طاقة الورد. وانا بقول لك انت هلا وقت تولي القيادة، بس انت خفف عن نفسك بس. هو كيف شايفك؟ هو شايفك انك انت مستقر ماديا ومستقر عقليا، انت راكز، هو شايفك راكز جدا جدا، وهو معجب بشخصيتك هذا الشخص، شايفك متواصل، شخص متواصل، وهو شايفك في العلاقة، كان شايفك انك انت بطيء نوعا ما اثناء العلاقة، وكان شايفك انك انت بدك علاقة صادقة وثابتة، يعني علاقة زواج، علاقة ارتباط، انت شخص بتحبش اللعب مثلا. إيه طبعا البعض منكم زي بحكي لي القراءة عكسية، فهي يا جماعة بالعكس، لأنه بتكون طاقته أكثر من طاقة هذا الشخص عندي على الطاولة. طيب، وهو شايف إنك أنت واثق الخطوة يمشي، وشايفك كمان إن أنت إذا بتحدد هدف بتروح له، لكن بعقلانية، وهو شايفك كمان انه انت بتحب تنظر للمستقبل البعيد جدا جدا، وشايفك نوعا ما انه انت لما بتاخد قرار بتكون بطيء او بتفاجئ بالقرار، انت بتكون ماخده ومخلص، بس انت بتيجي بتفاجئ فجأة بدون اي سابق انذار. هو شايفك شخص استقلالي وبتحب تكون حر ومستقل، وبتحب قرارك يكون من راسك من عقلك. برد العذراء، احتمال هذا الشخص هو طاقة ترابية، واحتمال انت في طاقة ترابية كان يشوفك. إيه هو شايفك انك انت كان تركيزك على العمل اكتر، على الاستقرار المادي، على الاستقرار الاسري، وكان كمان شايفك انت شخص هي كنت يعني انت مرتبط، او انت كنت متجه للارتباط، او انت دايما مشاعرك بس ناحية الارتباط. احتمال انت عندك ارتباط اسري بالعائلة، بالأب بالأم، عندك أم بتراعيها، أب بتراعيه، أطفال بتراعيهم، فهو شايفك إنه أنت طويل البال، بتقعد تفكر لفترة طويلة لحتى تعطي قرار، وأنت بتدور على الحقائق دائما، أنت بتحب يكون الشخص قدامك مكشوف، مش ما بتحبش أنت لف ودوران، لأنك أنت أكتف نشيط، وأنت متواصل جدا، وأنت بتحب أنت واضح نفسك، أنت واضح. هون برج العذراء، واحتمال طاقة الشخص العذراء برضه، هو شايفك في طاقة العذراء، برج العذراء، معروف إن برج العذراء يعني حريصين على كل شيء، حريصين في أفكارهم، حريصين بكلامهم، هو شايفك يا برج العذراء حريص في كل شيء، أو يمكن هو شايفك إنه أنت بتشبه زي ما حكيت لك، هو شايف إنه أنت بالنسبة له المراية، بتعكس أفعاله. بس هو انا شايفه هو في طاقه هوائيه، وكمان هو في طاقه ترابيه على فكره، يعني هو طاقه ترابيه. طيب خلينا نشوف هو كيف شايف شخصيتك. هو شايفك انت نشيط، متحدث وبط، على فكره انت بتحكي كتير على الانترنت، او انت ماسك موضوع السوشيال زي كنا بتحاول انه تبتعد عن اوجاعك، لكن مو شايف شخصيتك ان انت دايما اكتف نشيط، سريع الحركة، سريع مش سريع الحركة هون انه انت بطيء في الحركة، لا هو شايفك كجسد سريع الحركة، سريع الكلام، يعني مش القرار. وبعدين انت شخص واضح ومتواصل جدا، وانت بتحب لما تاخد قرار تاخده بعقلانية، فكرة شايفك انسان عقلاني جدا جدا جدا، وبتعرف تحط حدود، وانت حطيت حدود مع هذا الشخص،
لبعض منكو انت اللي حطيت الحدود مع هذا الشخص، لبعض منكو هو اللي حط. انه مش مبين عندي كتير انه هو موجوع، فمبين انه انت تركته بسبب وجعه، واحتمال هو كابر على نفسه وعرف انه راح يتعب لكنه اصر انه يتركك. فعشان هيك هو شايفك انك انت نفس الكيفين ترون. اعتقد سيبي نفسه ايه افون هو شايفك انك انت كمان غامض في شيء انت خبيته عنه. اعتقد انت خبيت عن هذا الشيء، عن هذا الشخص يا برج الجوزاء شيء معين كان لازم توضح له اياه. وكمان هو شايفك انه انت بتحب تكتم اسرار عائلتك وما بتحبش انه تطلع تظهرها للجميع. انت بتظهر اللي بيجي على مزاجك، ضحك، اقتباسات، فيديوهات، كلام، كتب، اي شيء الا اسرار عائلتك. انت محتفظ باسرار عائلتك، ويمكن انت محتفظ مشاعر لشخص انت كنت معاه في زواج. على فكرة انت بتحبش حدا يتدخل في شؤونك العائلية. وجهك. طيب شو نوايا من ناحيتك؟ نوايا كينج اوف بنتكل ونوايا انه يظهر امامك بصورة اجمل. هو نوايا الناس يكون بده يشوف حاله برضه نفس الكرتين الطاقة تعطي شخص بده يحكي لنا اشياء. ال 9 اوف بنتكل ال 8 عفوا يا جماعة بس انا مركزة في ال الشخص هذا بده يحاول يلفت انتباهك. ايوه هو بده يشتغل على نفسه ويجيك وهو مش في خسارة، وهو متشافي لأنه هلأ هو بيشفي نفسه. لشاعر إنه أنت شخص بتعرف تشفي نفسك، أنت شخص بتعرف تشفي نفسك حتى لو تركت العلاقة. ونواياه إنه يشتغل على هاي العلاقة، هو حابب هاي العلاقة لكنه بده يتباعد شوي ويرجع هو قوي لأنه هلأ ضعيف. خليني اشوف شو خطوته تجاهها. انا شايف انه بده يعرض عليك عرض لانه هو خطوته هو انه يجيب الكوبايه مش انت تروح تودي له اياها. فهو بده يعرض عليك عرض. بدنا نشوف شو هالعرض اللي بده يعرض عليك. الشخص هذا نفسه يجيك على فكره. هذا الشخص هو شعب الوحده والقلق والفاجعه بالنسبه له انه انتوا تركتوا. شو خطوته؟ أنا شايف التلم يعني شيء بده يخفي غضبه، بده يخفي غضبه هذا الشخص، في شيء بده يخفيه عنك. خليني أشوف لأنه ما عجبتنيش أنا نقطة الموم. طيب شو نوايا هذا الشخص من ناحيتك يا برج الجوزاء؟ شو ناوي؟ يرجع كل الذكريات بينك. هذا الشخص صار ميت، هو بحبك هذا الشخص لكنه في شيء مغضبه منك، هو غضبان لكنه هو خطوته انه يخفي هذا الغضب. وعلى فكره الشخص هذا بيستكشف عنك اشياء عن طريقك انت مش عن طريق حدا تاني. بده يخفي هذا الغضب ويعمل حاله انه مثلا ما بده يسمع اي شيء، لكن بطريقة العقلانية والحنية والحنان بده يعرف اللي هو حابب يعرفه عنك. في شيء انت مخبيه عنه وحابب يعرفه. الشخص هذا حابب يعرف عنك. بالمناسبة برضه برج الحوت لنا وبرج الجدي. طيب خليني اشوف
هل هذا الشخص بحبك؟ هل هو يسوق يعني؟ الشخص هذا حاسس ان انت بالنسبة له فرصة لا تعوض، هو بحبك هذا الشخص، وهو حاسك انك انت هبة من الله، وكمان هو حاسس ان انت زي شيء تمناه. كيف انت تتمنى مبلغ كبير من المال، هو حاسك هيك كأنه اجاه مال وفير، وكأنه كيف نحكي احنا نتمنى انه مثلا نملك 100 مليون، وكأنه هو ملك 100 مليون لما ملكك. الشخص هذا بحبك بنوية طيبة، ف يعني اكتر من هيك بصراحة اقدر انا احكي لكم الابراج، والشخص اللي بصراحة اقدر اكتر من هيك احكي لكم، لانه الشخص هذا عن جد فعلا بحبكم، لكن بده يحاول يتقصى عنك حقيقة ما انت اخفيتها عنه، يمكن بسببها انتم انفصلتوا. فشكرا لك يا برج الجوزاء، لو سمحت اذا كنت جديد معنا